اخبار اليوم. مين احسن مطرب؟ شيرين. طب ليه شيرين؟ طيب انا بحب صوتها. طب مين مطرب يعني انت اخترت مطرب؟ عمرو دياب. مش متابع الصراحه، مش بالنسبه لي انا حماقي. طب احسن مطربه؟ احسن مطربه شيرين. محمد منير. طب لو اليسا يبقى اليسا، لو اليسا مش مصريه يبقى ما فيش. محمد منير كينج. مطربه أصالة. أحسن مطرب عمرو دياب. طب ليه عمرو دياب؟ أنا بحبه من زمان. أنا بحبه هو هضبة. عمرو دياب. طب المطربة؟ شيرين. طب منير. طب المطربة؟ شيرين. أنا بحب ماهر زين. عمرو دياب طبعا. طب ليه عمرو دياب؟ الهضبة. مش محتاج أقول أكتر من كده. مطرب في مصر أصلا. مفيش فيها مطربين مصر. خلاص. تعال اسأل رامي. ليه محمد منير؟ انا برتاح، يا برتاح وانا بسمعه. طب ليه شيرين؟ يعني احساسها حلو. شيرين. ليه شيرين مرة؟ احساسها عالي، صوت مميز، كل حاجه حلوه. عمرو دياب باسط سيطرته على الغنى بصوته واحساسه وشعبيته بلد مصر عموما. معنى ان مثلا عمرو دياب مهما كان، مهما الشريط اللي بينزله وحش او كده، عمرو دياب على سمعته السابقه بس على مدار 20 سنه اثبت ان هو احسن مغني، احسن مغني في مصر. طيب لو قلنا اي حاجه كده مميزه لعمرو دياب تقدر تغنيها لنا؟ احساس انا اغني يعني؟ اه. قال لي الوداع وهقول له هو الوداع من زمان، وهو كبير برضه لحد دلوقتي صوته زي ما هو، صوته كويس. طب ليه الشباب دلوقتي ما بتختارش الاغاني الشعبيه مثلا مطرب شعبي او تسوق؟ صح، شغل تسوق. اه يعني انت شايف ان المطرب الشعبي ده برضه ايه رايك في المهرجانات الجديده الشعبيه؟ تسوق برضه. ايه في المهرجانات الشعبي الجديد؟ لا المهرجانات الشعبي دي انا ما بحبهاش، بس هي اللي دلوقتي ماشيه في السوق. المهرجانات مش كلها يعني، في فرق معينه مثلا 50 سنات ده ممكن اسمعها دلوقتي. مش في الجامعه؟ اه في الجامعه كتير. احنا قاعدين في قلب المدرب والمهرجانات شغاله وبس ولعب وكل حاجه.